إبرازا للدور المهم والمكانة العالية التي تتصدرها الكويت باعتبارها مركزا رائدا وفاعلا في ميدان العمل الإنساني في العالم، إضافة إلى دعمها المتواصل لجميع الأعمال الخيرية والإنسانية في كافة البلدان المنكوبة. وعبر حسابها الإلكتروني الرسمي على تويتر، نشرت وزارة الإعلام الكويتية مقطع فيديو لمن لديه فكرة أو مشروع يشعر بأنه سيضيف الشيء الكثير للعمل الخيري والتطوعي، عليه المبادرة بالتسجيل في مسابقة جائزة مركز العمل الإنساني للشباب العربي التي تنظمها الهيئة العامة للشباب ضمن فعاليات الكويت عاصمة الشباب العربي 2017.